here? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأبي عبد الله الحسين بن علي السلام على الشعب البحراني المضحي التحية للشبان المتحرقون للشهادة المتفجرون غيرة على الدين والوطن مرت أكثر من 5 أعوام على ثورة فبراير المجيدة والإرهاب الخليفي يتمادى والتعذيب يستمر والأحكام الجائرة على خيرة أبناء الوطن تتوالى والسباحة المنازل لا تتوقف والقمع يتصاعد وإهانة المقدسات والرموز تتواصل وما يؤلم الفؤاد ويطرح القلب ويبعث على الغضب ويثير الحمية ويغلي النفوس ويشعل الغيرة الاستخفاف بأعراض العفيفات وانتهاك الأعراض والتلويح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب الوطن المضحين وهي جرائم نفذ معها الصبر وضاقت لها الصدور لم يعد من خيار ناجح ليوقفها إلا المقاومة والثأر والتصدي لقوات الإرهاب الخليفية من هذا المنطلق المجامع الثورية أخذت على عاتقها تفعيل المقاومة في وسائل الردع الصارم وحمل الثوار أرواحهم على أكفهم وأخذ العزم على التصدي للإرهاب الخليفي فإننا وبعد التوكل على الله وبعد إحراز وتأمين بالإطاء الشرعي الكامل المبرح للذمة نعلن عن الاستفطار الميداني القادم العصف المأكول لإعادة رسم الخطوط الحمراء وصون الحرمات واللذوذ عن المقدسات والتصدي للإرهاب والدفاع عن الشرف وتحذيرا من غبنة تنفيذ أحكام الإعدام رسالتنا للثوار ليكون على أهبة الاستعداد لفعالية العصف المأكول لعزيمة الشهيد رضا أبو حميد وعلى خطى الشهيد المقاوم أحمد فرحان وبإقدام الشهيد عباس الشيخ وببصيرة الشهيد علي الصباب وبهمة الشهيد حسين شرف ومعاهدة لكل شهداء القادة كونوا يا ثوارنا بلسما لجراحات الشعب ونصرة لمظلومية الحرائق ووفاء لقادة ثورة المعتقلين ونارا تحرق المرتزقة والمعتدين أما قوة الاحتلال والمرتزقة فنتوعدهم بمقاومة تدك حصونهم وتزلزل الأرض من تحت أقدامهم تزيغ لقولها الأبصار وتبلغ بها القلوب الحناجر ونصيحتنا الأخيرة لكل المرتزقة والمحتلين أن يرجعوا إلى بلدانهم سالمين قبل أن يعودوا لها محمولين ختاما نوجه رسالتنا للشعب لن نبرح عن الميادين ولن نسامح عن المعتدين ولن نهادن المحتلين ولن نتخلى عن الجلادين والمعذبين هذا عهدنا للشعب وهذا وعيدنا لقوات الإرهاب الخليفية إنا من المجرمين لمنتقمون الخلود للشهداء والحرية للحرائر والأحرار الشرفاء والعار والخزي للخليفيين الأدعياء صادر عن المجاميع الثورية في قرى ومناطق البحرين.